وصلنا إلى مسألة رقم 27. السؤال هو: أي معادلة تمثل الرسم البياني أعلاه؟ قبل أن نظر إلى الخيارات، دعونا نرى ما يمكننا إيجاده من الرسم. ما هو تقاطع Y؟ إذن معادلة الخط هي Y تساوي MX زائد B، حيث أن M هو الميل و B هو تقاطع Y. ما هو تقاطع Y؟ حسناً، عندما X تساوي 0 فإن Y تساوي 0، إذن تقاطع Y سيكون 0. عندما X تساوي 0 فإن Y تساوي 0، إذن تقاطع Y سيكون 0. نحن نعلم أن هذا لديه صورة Y تساوي MX، حيث M عبارة عن الميل. دعونا نجد الميل. الميل يساوي التغير في Y على التغير في X. حسنا، عندما تزداد X بمقدار 1 كم يكون مقدار الزيادة أو النقصان في Y؟ حسنا، ستزداد Y بمقدار 2. يمكن أن نقول أن Y تتغير بمقدار 2 عندما تتغير X بمقدار 1. إذن حصلنا على الميل وهو 2. إذن معادلة هذا الخط هي Y تساوي 2X، وهو الخيار B. الخيار B. المسألة التالية: أي نقطة تقع على الخط الذي معادلته 3x زائد 6y تساوي 2؟ أفضل ما يمكن فعله هو تعويض هذه الأعداد مكان x وy، ونرى أي منها تنجح. لدينا x تساوي 0 وy تساوي 2. 3 ضرب 0 زائد 6 ضرب 2 تساوي 12، لا تساوي 2 بل 12، لم تنجح هذه. أخذنا 3 ضرب X زائد 6 ضرب Y. الحالة الثانية: لدينا 3 ضرب 0 زائد 6 ضرب 6، أي 0 زائد 36، لا تساوي 2، ليس هذا الخيار. ثم لدينا 3 ضرب 1 زائد 6 ضرب سالب 1 على 6. دعونا نرى، 3 ضرب 1 تساوي 3، ثم 6 ضرب سالب 1 على 6 تساوي 1، لكن لدينا إشارة سالبة فيصبح سالب 1 والناتج 2. لقد نجحت هذه. 3 ضرب 1 زائد 6 ضرب سالب 1 على 6 تساوي 2، إذن الإجابة C. مسألة 29، دعوني أرى إذا كنت أحتاج قصها ولصقها. هذا جيد، أعتقد أنها فكرة جيدة. دعوني أرى، دعوني أنسخ وألصق المسائل التالية. يمكننا البدء. حسنا، إنها متناسقة، هذا جيد. حسنا، ما هي معادلة الخط الذي ميله 4 ويمر بالنقطة 3 مع سالب 10؟ إذن الميل يساوي 4، ولنكتبها بصورة نموذج تقاطع الخط. y تساوي mx زائد b. نحن نعلم أن معادلة الخط هي y تساوي 4x زائد b. ثم يمكننا أن نجد تقاطع y عن طريق تعويضه بالنقطة التي قيل لنا أنها تمر به. إنه يمر بالنقطة 3 مع سالب 10. إذن عندما x تساوي 3 فإن y تساوي سالب 10. إذن سالب 10 تساوي 4 ضرب 3 زائد b. كم الناتج؟ سالب 10 تساوي 12 زائد b. بإمكاننا أن نطرح 12 من طرفي المعادلة.
على الجانب الأيمن يتم حذفها ويتبقى بي، وفي الجانب الأيسر يصبح لدينا ناقص 22، إذن بي تساوي ناقص 22، إذن معادلة الخط هي واي تساوي 4x ناقص 22. وهذا هو الخيار A. مسألة 30. التاريخ في الجدول يوضح تكلفة إيجار دراجة هوائية بالساعة ويتضمن التأمين. حسنا، إذا كانت الساعة H ممثلة على المحور الأفقي، دعوني أرسمه. إذن على المحور الأفقي لدي الساعات H، وهذه H، والتكاليف C ممثلة على المحور العمودي. دعوني أرسم المحور العمودي. إذن التكاليف ممثلة على المحور العمودي. ماذا ستكون معادلة الخط الذي يتوافق مع المعطيات؟ حسنا، نود معرفة التكلفة بصورة اقتران للساعات. دعونا نرى، إنها علاقة خطية يمكننا أن نعاملها كأي خط. إذا كتبناها بصورة y تساوي mx زائد b، دعوني أضع الميل يساوي التغير في y، أو دعوني أكتبها بشكل مختلف، يمكننا أن نكتب C تساوي الميل ضرب عدد الساعات زائد B، حيث أن X تعادل الساعات و Y هي التكلفة. الآن ما هو الميل؟ الميل يساوي التغير في المتغير التابع، أي التغير في التكلفة مقسوم على المتغير المستقل، أي مقسوم على التغير في الساعات. دعونا نرى، إذا ازدادت الساعات بمقدار 3 فكم يكون التغير في سي؟ عندما ننتقل من 2 إلى 5، أي إذا قلنا 5 ناقص 2، هذا يعبر عن مقدار التغير في الساعات. H أي دلتا H كم مقدار التغير في التكلفة؟ حسنا، إنه 30 ناقص 15، إذن الميل 15 على 3 أي يساوي 5. لقد أوجدنا الميل، الميل يساوي 5. والآن علينا أن نجد تقاطع Y. هذه المعادلة يمكن أن نكتبها بصورة التكلفة تساوي 5 ضرب الساعات زائد تقاطع Y، ومن ثم علينا أن نعوض واحدة من النقاط حتى نجد B أو تقاطع Y. إذن دعونا نعوض النقطة، عندما C تساوي 15 و H تساوي 2، إذن النقطة 2 مع 15، فعندما H تساوي 2 فإن C تساوي 15. إذن 15 تساوي 5 ضرب 2 زائد B، 15 تساوي 10 زائد B، وبالتالي B تساوي 5. إذن معادلة هذا الخط هي C تساوي 5H زائد 5، وكان هذا الخيار C. وإذا جربتموها بهذه النقاط فيجب أن تنجح. حسنا، المسألة التالية دعوني أرى. أعتقد أن القص واللصق شيء فعال، ربما لدي الوقت لحل مسألتين. حسنا، دعوني أمحو هذا. والآن دعوني ألصقها.
حسناً، يوجد ترتيب معين لبعض أزواج الاقترانات الخطية لقيمة إكس المعطاة في الجدول مثل هذا، أي من المعادلات التالية استخدمت لإيجاد الجدول أعلاه؟ حسناً، يمكننا فعل نفس الشيء الذي فعلناه آخر مرة. يمكن أن نقول ستكون هناك علاقة ما، كما تعلم فإن Y تساوي MX زائد B، إنها معادلة هذا الخط. وأخبرنا أن الاقتران خطي، ولهذا السبب يمكننا أن نقول مباشرة أنه سيكون خط، ومكان البدء الجيد هو الميل يساوي التغير في واي، التغير في واي مقسوما على التغير في اكس. عندما تتغير اكس من 1 إلى 3 فإن واي تتغير من 1 إلى 7. إذن التغير في اكس يساوي 3 ناقص 2، والتغير في واي يساوي 7 ناقص 1. إذن الميل يساوي 6. التغير في إكس يساوي 3 ناقص 1، أعتذر بهذا الشأن. إذن 3 ناقص 1، إذن الميل 6 على 2، أي عندما تتغير إكس بمقدار 2 فإن واي تتغير بمقدار 6. إذن الميل هو 3. إذن معادلة الخط تكون y تساوي 3x زائد تقاطع y. والآن يمكننا أن نعوض بعض النقاط، دعونا نعوض 1 مع 1. إذن 1 تساوي 3 ضرب 1 زائد b، نحصل على 1 تساوي 3 زائد b، نطرح 3 من طرفي المعادلة فنحصل على ناقص 2 تساوي b، إذن b تساوي ناقص 2. أصبح لدينا الميل يساوي 3 وتقاطع y يساوي سالب 2. المعادلة ستكون y تساوي 3x ناقص 2، وهذا هو الخيار C. مسألة رقم 32، معادلة الخط L هي 6x زائد 5y تساوي 3، ومعادلة الخط Q هي 5x ناقص 6y تساوي 0. أي من هذه العبارات صحيحة حول الخطان؟ لديهما نفس تقاطع y، أنهما متوازيان، لديهما نفس تقاطع x، أم أنهما متعامدان؟ سأخبركم كيف يمكنكم تحديد الخطوط المتعامدة. ميل كل خط المعكوس السالب لميل الآخر. لنجعل هذه المعادلات بصورة نموذج تقاطع الميل، معادلة الخط L هي 6x زائد 5y تساوي 3. إذا طرحنا من كلا طرفي المعادلة 6x تصبح 5y تساوي ناقص 6x زائد 3، ومن ثم نقسم كلا الطرفين على 5 ونحصل على y تساوي ناقص 6 على 5x زائد 3 على 5. إذن هذا هو الخط L، وسأكتب الخط Q بلون مختلف. معادلة الخط Q هي 5x ناقص 6y تساوي 0. إذا طرحنا من كلا طرفي المعادلة 5x نحصل على ناقص 6y تساوي ناقص 5x. إذا قسمنا كلا الطرفين على ناقص 6 نحصل على y تساوي ناقص 5 على ناقص 6x، بالتالي y تساوي 5 على 6x. حسنا، يبدو أن هذا الخيار D، لأن ميل الخط L هو ناقص 6 على 5،
وهو عبارة عن المعكوس السالب لميل الخط كيو. إنها نقطة من الجيد أن تذكروها، لم أقم بإثباتها لكم بعد. إذا أردتم خط ميله معامد لهذا الخط أو خط متعامد على هذا الخط، فسيكون له ميل معكوس سالب. معكوس هذا هو سالب 5/6، والمعكوس السالب هو موجب 5/6. هذا هو المعكوس السالب، لذلك إذن هذان الخطان متعامدان، وهذا الخيار D. أراكم في العرض التالي.